نروح ايضا لواحد يعني من ابناء النادي الاهلي اللي بنتمنى له بقى التوفيق في الفتره القادمه وفي الخطوه القادمه ليه. كان هو المدير الفني لاكاديميات النادي الاهلي ودلوقتي اصبح مدير قطاع الناشئين في نادي البنك الاهلي، كابتن خالد جد الله. تحياتي ليك يا كابتن خالد. تحياتي ليك يا كابتن اسامه. اولا الف مبروك، خطوه ان شاء الله يا رب نتمنى فيها التوفيق والنجاح ليك. الله يبارك فيك يا كابتن اسامه، وسعيد طبعا ان انا بتواصل معاك، وربنا يسهل باذن الله التوفيق يبقى نصيبنا يعني من خلال الفتره اللي جايه. طبعا يعني انت استاذنت بيتك النادي الاهلي، كنت مدير فني لاكاديميه النادي الاهلي، لكن عادتك دايما استاذنت بيتك، لو انتم محتاجيني دلوقتي انا تحت امركم، عايزين اروح هنا البنك الاهلي، فدي عاده دايما الكابتن خالد جد الله. طبعا يا كابتن اسامه يعني اول خطوه طبعا لما رئيس نادي البنك الاهلي اللي هو اشرف نصار اتكلم معايا، اول حاجه طبعا رديت عليه فيها وقلت له لازم استاذن واخد راي كابتن محمود الخطيب واستاذن منه، لو وافق لي ان انا حاجي مفيش اي مشكله انا هكون موجود. وفعلا كلمت كابتن محمود واستاذنت منه، شرحت له الوضع، وهو بصراحه يعني هو كان داعم كبير جدا، وقلت له لو حضرتك محتاجني انا ممكن اعتذر واكون موجود. قال لي انت مستريح نفسيا وخطوه كويسه، قلت له وقال لي يعني اتكل على الله مفيش اي مشكله، والنادي الاهلي بيتك، واي وقت باذن الله لو حصل اي حاجه ان انت ممكن ترجع يبقى بيتك انت موجود وترجع في اي وقت. فانا طبعا بشكر كابتن محمود الخطيب طبعا على موافقته ان انا انتقل لنادي البنك الاهلي، واتمنى باذن الله ان يكون التوفيق نعمل حاجه كويسه ونترك بصمه في قطاع الناشئين بالنسبه لنادي البنك الاهلي. طموحاتك مع البنك الاهلي يا كابتن خالد، خاصة لسه نادي يعني السنة الثانية في الدوري الممتاز، علشان يكون ليك أساس قوي لازم يكون ليك قطاع ناشئين قوي. طبعا يعني أكتر أول حاجة يعني بنعمل الحاجات الأساسية من ناحية الهيكل الفني، استكمال الهيكل الفني، وأنا يعني يمكن استكملت الأجهزة الفنية بشكل كبير وبشكل قوي، ضميت مدربين على مستوى عالي من ناحية السير الذاتية، وأنا عارفهم طبعا اشتغلوا معايا سواء في قطاع الناشئين في النادي الاهلي او من خلال السنين اللي فاتت. وفي نفس الوقت الهيكل الاداري طبعا بنعمل هيكل اداري محترم، لان زي ما انت عارف يا كابتن اسامه الشغل الاداري هو اللي بينجح الشغل الفني. حقيقي. فبنعمل شغل اداري على مستوى عالي جدا، بننظم الهيكل الاداري بشكل يكون يعني نقدر نقول بشكل محترف، وفي نفس الوقت ماشيين على نفس الخطوات في الهيكل الفني، تعيين الأجهزة واستكمال الأجهزة وتدعيمها، وبرضو من النقط المهمة جدا إزاي إن أنا في دماغي أدعم إزاي ندعم كنادي بنك أهلي كل فريق بخمس أو ست لعيبة يدوله إضافة عن السنة اللي فاتت. يعني إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق يا كابتن خالد، وإن شاء الله تكون خطوة موفقة بإذن الله.